حتى انا الحمد لله والشكر ايه وصلت حد الشفاء ان شاء الله يا رب. ايه ده 70%، ايش قد إذا نسبة 70% إن شاء الله نسبة شفائك الآن؟ إن شاء الله 70%. والأكسجين ليش إن شاء مخليه؟ الله. بعدك عندك ضيق تنفس؟ عندي نقص في التنفس، كان عندي التهاب بالرئة قوي، أخي ترى وقعت وقعة صحية زين. أنت يوم شلون انصابت 22 بكورونا؟ أنا بأثناء دوامي الرسمي. أثناء الدوام. نعم، أي رحت مقر الفوج، ما كان دوم مقر الفوج دور طوارئ العمر الأول، زين. اسمي المفوض عبد المجيد أحمد جاسم. نعم رحت المقر الفوج حتى واجه آمر فوجي، زين. حتى استأذن من عنده أروح أتمرر يم عائلتي، لأن أثناء حظر في الجوال. زين، انه انت مريض وده تستأذن منه انه تقول له اني خليني يعني ارجع للبيت احسن. نعم، اي ده تاخذ اجازة بشكل رسمي يعني طلب معناته. الحماية في طلب رسمي الآمر مالي من حقي أقابله، اي رفضوا الحماية مالته، أنا أقابل الآمر، اي لأن الآمر نايم نايم، الآمر نايم ممنوع نزعجه حتى تقعد تحكي وياه. زين، انتظرته؟ وهاي الحالة أنا أتفق. نعم، انت انتظرته بعدين؟ أنا قعدت من المكتب مالته اي وتف الدم، اي الحماية اثنين عندهم شالوني يقحون يم غرفة معاونة أمر فوق، زين، وش قالوا لك؟ على أثرها بالله رفضوا أن يخلوني أقابل الآمر. رفضوا يخلوك تقابل. طيب رفضوا بعدها أن يخلوني أقابل الآمر. ايه طيب بعدها الامر مالتك هو العقيد رشيد حميد صالح، صح؟ نعم صحيح. عرف بعدين بالحادثة اللي صارت وياك؟ أصلا هو ما يستقبل ولا واحد، ما يستقبل. ما يستقبلنا خلاص. طيب السؤال هو الآن، أنت لما شالوك الحماية مالته وعلى قولتك شمروك بغير مكان، المكتب معاون عام الفوج طردوك طردوني، ما خلوني أقابل الآمر، خلاص الآمر نايم ممنوع تسجل الآمر، بس يجي قالوا لك ما يقبلوني يحكوني في ردن وفاص. طريقة مؤدبة، شالوك، غلطوا عليك، شنو؟ غلط غلط، لا ما غلطوا علي حقيقة، زين. بس شالوني اثنين منا ومنا ودوني مكتب المعاون، فسألني قال لي شو تريد من الآمر؟ اي قلت له سيدي أنا استأذن الآمر، وضعي الصحي مو تمام وأريد مداراة، أستأذن أروح أعالج مع عائلتي. زين، على أثرها خابرت المركزية مال قيادة الشرطة، ما يقبل يطلعوا لي دورية توديني المستشفى. خابرت القيادة المركزية بين أني وضعيتي تعبانة واحتاج إلى دكتور أو احتاج إلى طبيب، وإلا مركزية قيادة الشرطة في الأنبار اتصلوا بالفوج طلعوا لي دورية. رحت ما لقيت مستشفى الشيء المطلوب اللي اريده، زين. رحنا على العيادات الخارجيه، لقينا دكتور اخصائي بالكلى، زين، كتب لي رحت سويت اشعه عنين مستشفى فلوجه، طيب رحت سويت طلعت مصاب يعني بكورونا. اسمعك. عبد المجيد انقطع للأسف. احنا يا ريت اذا رجع فقط خلينا ندخله حتى نسأله عن انه وضعه الآن شنو، هل يقدر يرجع لخدمته والا انفصل، شنو وضعه الآن؟ يعني خلينا نقول يعني التصرف اللي صار مو صحيح، لأنه بالنهاية
مهما كان هو إنسان، والإنسان مو آلة، يتعب يمرض يتكاسل يتنشط، يعني هاي حالة الإنسان. لما يصاب الآن رجع ويانا، لما يصاب بمرض وخاصة كورونا المفروض هناك تعاطف من قبل الآمرية مالته، من قبل المسؤول الفوج الأول وياه، لطالما أنه ما يقابل دزه لي المعاون مالته. عبد المجيد باختصار لو سمحت، الآن أنت شنو وضعك في يعني فوجك؟ أنت الآن تقدر ترجع للدوام بعد ما تطيب؟ وضعي الصحي تعبان حيل، ونفسيتي تعبانة زين من وراء الفوج. إن شاء الله خلينا نقول بخير وسلامة الطيب من كورونا وتقوم على حيلك وتسترد عافيتك، تقدر ترجع للفوج ما عندك أي مشكلة صح؟ أنا أرجع أداوم صار لي 16 سنة بالخدمة. يعني أقصد 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 لما قالوا لك روح يعني ما عليك أي مشكلة، الآن أنت في إجازة مرضية. أنا أطلب ليش تقصير أثناء الحضرة التجوال رسمي تبني الدورية من باب المستشفى ودبر نفسك روح دبر حالك. هذا حالي أنا منتسب هيستورية تابع وزارة الداخلية. نعم شهداء اثنين مناشدتك لمن توصلها؟ وهيك يصير بحالي أنا إذا هيك أنزل مذلة كلي بالدوام كلي بالخدمة العسكرية. مناشدتك لمن توصلها؟ مناشدتي وصلها أطلب من سيادة الوزير الداخلية المحترم أنا حاسب المقصر وأنا عندي شهداء اثنين. نعم. وقرار سيادة الوزير. نعم. ينقل أي منتسب على أقرب وحدة قريبة من عائلته فوضى عند شهداء أو عند شهيد. زين. وأنا أطلب من سيادة الوزير المحترم. أي. أنا أجده باسم الأبوية. أي. يقربني على عائلتي. يقربني على عوائل أطفال أخوتي الشهداء البرد. إن شاء الله. لأن ما عندي شيء. إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله يسمع منك. شكرا جزيلا لمشاركتك ويانا من حديثة من داخل الحجر الصحي المقاتل عبد المجيد أحمد جاسم.